ملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا متابعي قنوات كربلاء الفضائية، قناة ومرآة العقيدة وراية الأحرار وصباح كربلائي، نجدده معكم أنا وزميلي إبراهيم السالم في حلقة جديدة من برنامج صباح كربلاء. حياك الله يا إبراهيم وصباح الخير عليك. طاب صباحك بالخير زميلي مالك، وحياك الله وصباح العافية والسلام إن شاء الله عليك وعلى جميع متابعينا. حياكم الله مشاهدينا مجددا في صباح كربلاء، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. اليوم ستكون معكم فقرات جديدة ومميزة سنطل عليكم فيها عبر شاشة قناة كربلاء إن شاء الله. أكيد إبراهيم، قبل يعني نستهل بشرح فقراتنا لهذا اليوم وما تتضمن حلقتنا، أكيد نرفع أسمايات التعازي والمواساة إلى الرسول الأكرم وعترته من أهل بيته، وكذلك العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين بذكرى استشهاد أسد الله عم النبي الحمزة عليه السلام. فعظم الله لكم الأجر يا إبراهيم. عظم الله لك الأجر يا مالك وأحسن لك العزاء. وهذه المناسبة اليوم مناسبة جليلة وعظيمة تمر علينا كمسلمين بشكل عام، وبالتالي يجب أن نقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة وأن نتعرف على هذه الشخصية الفذة التي كان يعتز بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. أكيد يا إبراهيم، إن شاء الله اليوم خلينا نستعرض وياك فقراتنا اللي تضمن حلقتنا لهذا اليوم. فقرة ذاكرة الأيام، وأولى الفقرات تتضمن ذاكرة الأيام، تتوقف عند حدث تاريخي مهم. نعم يا مالك، وتغطية خاصة من مركز التوحد أو أكاديمية السبطين للتوحد في العتبة الحسينية المقدسة. نعم، كذلك تغطية من لبنان حول مجلس إحياء شهادة الحمزة وهدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام مع مراسلنا حسن شقير. وسؤال التفاعل، كيف يمكن للشباب مساعدة مجتمعي؟ أكيد يا إبراهيم، هذه فقرات إن شاء الله مشاهدينا الأكارم اللي تضمن إن شاء الله مجمل حلقتنا، وإن شاء الله نكون وإياكم على مدار الساعة والنصف، إن شاء الله تكون حلقة مثمرة وجيدة. نعم مشاهدينا، قبل أن نسهل في فقراتنا نذهب وإياكم لنستلهم الروح وكذلك الإيمان والعقيدة والولاية من زيارة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من ضريح سيدي ومولاي أبي الأحرار حفيده الإمام الحسين عليه السلام. نذهب وإياكم إلى العتبة الحسينية المقدسة ولنعود بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق،
وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلفت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيارتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا ويغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني
وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين. مع زيارتي يوم السبت للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا نحن نعيش اليوم ذكرى معركة أحد وذكرى شهادة عم النبي الحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه. إذن شكرا لزملائنا في مكتب الحرم الذين يضعون في هذه الصورة المباركة في صباح كل يوم، وننتقل الآن وإياكم إلى هذا الفاصل عن أهل النبي صلى الله عليه وآله. على آل الرسول وأقربيه سلام كلما سجع الحمام، أليسوا في السماء هم نجوم وهم أعلام عز لا يرام، فيا من قد تحير في ضلال، أمير المؤمنين هو الإمام، رسول الله يوم غدير خم أناف به وقد حضر الألام. وثاني أمره الحسن المرجى له بيت المشاعر والمقام، وثالثه الحسين فليس يخفى سنا بدر إذا اختلط الظلام، ورابعهم علي ذو المساء به للدين والدنيا قوام، وخامسهم محمد ارتضاه له في المأثورات إذا مقام، وجعفر سادس النجباء بدر ببهجته زهى البدر التمام، وموسى سابع وله مقام، تقاصر عن أدانيه الكرام، علي ثامن والقبر منه بأرض الطوس يبقى حضورها، وتاسعهم طريق بني البغايا
مصباح المال منير الضوء الحسن الهمام وثاني العشر حان له قيام محمد الزكي به اعتصام به اعتصام هم الأحرار والأنوار السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا خير الشهداء السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله عندما شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه الحمزة وهو مطروح ببطن الوادي وقد مثل به شر التمثيل بكى صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له مخاطبا لن أصاب بمثلك أبدا وما وقفت موقفا قط أغيظ علي من هذا الموقف ورثاه بقوله يا عم رسول الله أسد الله وأسد رسوله يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف الكربات يا حمزة يا داب يا مانع عن وجه رسول الله السلام عليك يا عم رسول الله يا حمزة بن عبد المطلب ورحمة الله وبركاته نعم مشاهدينا اليوم نعيش معكم ذكرى أليمة على قلوب جميع المسلمين وعلى قلوب عترة رسول الله ورسولنا الأكرم وهي ذكرى استشهاد عمه الحمزة بن عبد المطلب وكذلك ذكرى معركة بدر نعم يا إبراهيم نعم إذن يا مالك نستذكر في هذه اللحظات قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير إخوتي علي وخير أعمامي الحمزة إلى بيوتات المدينة فشاهد أن جميع البيوتات تبكي على قتلى من الذين قبلوا بهذه الرسالة ووافقوا النبي بهذه الرسالة وأعلن مساندته للنبي في حمل هذه الرسالة أكيد اليوم أوجه التجابه يعني مثل ما نقول يعني نقربها بين سيدنا الحمزة عليه السلام وسيدي مولاه الشاهد مثلا رفقة سيدنا حمزة مع الإمام علي عليه السلام نعم. كذلك استذكر هذا اليوم هي معركة بدر هذه المعركة معركة أحد عفوا معركة أحد اليوم وبنفس الوقت هي ذكرى استشهاد الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد على يد هند التي يعني استأجرت وحشي لقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم إذن مشاهدين الأحبة الآن نذهب وإياكم إلى هذه التغطية المباشرة من أكاديمية الصبطين وقبلها نشاهد هذا الفاصل ولنا عودة مجدداً أرحب بكم مشاهدينا الأحبة وفي تغطيتنا المباشرة لهذا اليوم سننتقل وإياكم
إلى أكاديمية السبطين للتوحد واضطرابات النمو التي أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة في عام 2021 أو 2022، نظرا للحاجة الكبيرة التي يشهدها العراق من تنامي أعداد أطفال التوحد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة واهتمام خاص. وبالتأكيد في العراق يعني نفتقر للمؤسسات التي تتعامل باحترافية وتخصصية مع هذه الشريحة المهمة. لذلك العتبة الحسينية المقدسة أولت اهتماما كبيرا لهذه الشريحة وافتتحت مجموعة من المراكز، ولكن كان أهمها أكاديمية السبطين للتوحد. إذن نذهب وإياكم في الصوت والصورة إلى مراسلنا بالبث المباشر أمير عرب للتعرف أكثر حول أنشطة أكاديمية السبطين للتوحد. حياك الله يا أمير. أمير إن كنت تسمعني حياك الله وصباح الخير عليك. إذن يا أمير الصورة والصوت لك لنتعرف أكثر حول أكاديمية السبطين للتوحد. نعم زميلي، الصوت ترى مو واضح للتوحد، صوت أمير التي أنشأتها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. طيب إبراهيم، ما أبرز الخدمات اللي يعني تقدمها هذه المركز أو يعني الحقيقة اللي عرفته عن المركز أن هناك كوادر متخصصة قد استقدمتها العتبة الحسينية حتى من خارج العراق، وبالتالي هي تقدم خدمات فريدة غير موجودة في غيرها من المراكز، وحتى أنه عد المركز الأول في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمة في بهذا المستوى العالي من الاهتمام ومن الرعاية ومن التقنية والحرفية التي يتعاملون بها مع أطفال التوحد الذين يحتاجون إلى رعاية. يا مالك، أكيد إبراهيم، يعني إحنا ما نقلل من جهود الجهات الحكومية والجهات الأخرى، ولكن العتبة الحسينية مستمرة بأنه تكون سباقة، بأنه تكون هي بأنه تنشئ مراكز ومستوصفات وكذلك يعني أقسام خدمية معينة، ومنها مركز السبطين اللي هو خاص بمعالجة التوحد. هنالك مراكز موجودة في عموم العراق، ولكن وليس بهذا الحجم وبهذه الخدمات بالضبط اللي يقدمها العتبة الحسينية. بالضبط، هو هذا المركز بمجموعة من المواصفات، خصوصاً كمبنى إنشائي يعني يتضمن مجموعة من المواصفات المهمة اللي يحتاجها الطفل أثناء رعايته، حتى أنه الطفل من الممكن أن يبقى في المركز يعني مقيم حتى إذا يعني يتمثل للتحسن أو يصير عنده تحسن من طيف التوحد. أيضا اللي أعرفه أنه تكلفته غير عالية كباقي المراكز التي تقدم خدمة لأطفال التوحد. أكيد هو أكيد هذا من يعني تبقى التكلفة مدعومة دائب العتبة الحسينية بأنه تقيم هذه النشاطات وهذه الأقسام اللي تعتبر هي الخدمية الأولى بالعراق، ولكن هي ما تكون بديلة أو معوض عن البقية. طيب طيب يا مالك، خلينا ننتقل إلى استوديو الأخبار حتى نعرف شنو موجز الأخبار لهذا اليوم. إذن ننتقل وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى استوديو الأخبار مع زميلنا علاء السلامي لنتعرف على أبرز أخبار هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز بأهم الأنباء. دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تنظم حفل الختام المركزي لتكريم القراء المشاركين في ختمات القرآن المرتلة والتي أقيمت في المعاهد والجامعات العراقية في شهر رمضان المبارك. المحافل القرآنية هدفت إلى تزويد الطلبة بالثقافة القرآنية التي ستكون مساندة لهم في جميع جوانب الحياة. إدارة والاقتصاد في جامعة وارث الأنبياء عليهم السلام تعقد المؤتمر العلمي الأول لمناقشة أهمية التنويع الاقتصادي لتقدم البلد. المؤتمر الذي شهد مشاركة أساتذة مختصين في هذا المجال من مختلف الجامعات العراقية
ركز في بحوثه المطروحة على أهمية توظيف العلوم الإدارية والاقتصادية بشكل عملي لتطوير الأداء الحكومي. جامعة كربلاء تبدأ باستقبال طلبات الطلبة الأجانب ضمن مشروع أدرس في العراق، والذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أعلنت رئاسة الجامعة أن بإمكان الطلبة من جميع دول العالم التقديم عبر موقعها الخاص وإرسال الوثائق، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تحقيق التبادل العلمي والثقافي بين البلدان. مركز صحف لحفظ التراث القرآني والكتابي في لبنان يفتتح أبواب متحفه أمام الزائرين ترسيخا للثقافة القرآنية. المتحف يضم العشرات من النسخ النادرة للمصحف الشريف، والتي تحكي حكايات أزمنة تطورت فيها أساليب الكتابة وأدواتها وخطوطها. وأخيرا، ألمانيا تشهد انعقاد مؤتمر جمعية الجراحة الألمانية السنوي الدولي من أجل تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات في هذا المجال. المشاركون طرحوا على طاولة نقاشهم بحوثا حول السبل الكفيلة لتحسين الرعاية الصحية للمرضى، إلى جانب استعراض أنواع من الروبوتات المساعدة في العمليات الجراحية. مشاهدينا الموجز انتهى، وهذه عودة للاستوديو صباح كربلاء. إلى اللقاء. نعم مشاهدينا، رجعنا وياكم، وشكر جزيل لزملائنا في استوديو 313، وكذلك للأستاذ علاء السلامي على الموجز الإخباري اللي غطوا لنا. نعم مشاهدينا، كذلك نتواصل ونرجع وياكم إلى مركز السبطين للتوحد التابع للعتبة الحسينية المقدسة مع زميلنا ومراسلنا أمير عرب. حياك الله يا أمير، وصباح الخير عليك أمير. إذا تسمعني. أسعد الله صباحك أستاذ مالك، وأهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. حياك الله يا أمير. مركز السبطين التابع للعتبة الحسينية المقدسة أحد المراكز المهمة اللي افتتحتها العتبة الحسينية حديثا، ما هي الخدمات اللي يقدمها هذا المركز، وما مدى شوف المقبولية لدى المجتمع؟ تفضل لك الجو يا أمير. نعم مالك، نحن الآن نتواجد في أكاديمية السبطين للتوحد واضطرابات النمو التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، والتي أنشئت لتقديم مختلف الخدمات لهذه الشريحة من الأطفال. أكاديمية السبطين تقع على الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد. الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية هي تأهيل وتدريب الأطفال بأساليب حديثة لكي يتم دمجهم بالمجتمع مع الأصحاء يعني أمثالهم. وللتحدث أكثر حول هذه الأكاديمية وما تقدم من خدمات، ينضم معي مديرها الدكتور أسامة الساعدي ليحدثنا أكثر حول هذه الأكاديمية. تفضل دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم افتتاح الأكاديمية العام السابق في الشهر السادس، تقريبا سنة، أقل من سنة حاليا مرت على افتتاحها. حالياً الأطفال عندنا بالأكاديمية لا توجد مقاعد شاغرة بالتسجيل اليومي، وتوجد نوعين من التسجيل عندنا. دكتور قبل أن نخوض في غمار الدراسة، نتكلم عن ما هو اضطراب النمو، هل هو مرض، هل هو يعني نقول مرض وراثي؟ اضطراب طيف التوحد، واللي هو يشمل عدة مجالات معينة، عادة تكون المشكلة عند الطفل في التواصل، وصار عنده مشكلة باللغة اللي هي جزء تكون من التواصل مع الآخرين، وكذلك بسلوك الطفل، فيكون مو مثل الأطفال الباقين من ناحية بناء العبارات، من ناحية التواصل مع العائلة، مع الأم، مع الأب، العاطفة، بس بعض السلوكيات اللي تكون عند الأطفال طيف التوحد، فتكون سلوكيات قسم متكررة مثل رفرفة، مثل المشي على أطراف القدم، كثير من السلوكيات. فالطفل العائلة تبدي تميز أنه هذا الطفل عنده مشكلة بالتواصل معهم، مشكلة يصيحوا له ما يسمع، ما يستجيب، مشكلة بالسلوك، فتبدي تراجع الأطباء ويبين الموضوع
يعني بالتشخيص من قبل الطبيب المختص، عادة يحولوه إلى المراكز العلاجية. الطفل كل ما يشخص من وقت قبل السنتين كل ما يكون علاجه وتطوير مهاراته أفضل. نعم. دكتور، هل هناك يعني إصابات شديدة بهذا الطيف أم هناك يعني متفاوتة؟ لا بالتأكيد هو أكو اضطرابات طفيفة يعني خفيفة، قسم متوسطة، قسم شديدة، حسب الطفل، حسب الأعراض اللي عنده. قسم عندهم يصير مشكلة بالذكاء أيضا، قسم كبير منهم من الأولاد أو البنات، فحسب درجته الطيف التوحد وإذا كان مصاحب إلى موضوع المشكلة بالذكاء. دكتور، ممكن يعني الطفل يكون مصاب بإصابة طفيفة ويتعرض إلى يعني بعض الزملاء تكون إصابتهم شديدة، ممكن أنه ينعدم من عندهم ويتسبب هذا السلوك بمضاعفة طيف التوحد عنده، شنو اللي ممكن أنتم تسووه حتى تستقبلون هذا الطفل أو تعزلون عن الطفل الآخر؟ نعم، احنا بعد ان نستقبلهم اكو عندنا يعني عده طوابق بالبنايه وعده صفوف، فمصنفين يعني بعد ان يتم استقباله بالاكاديميه يتم تقييمه حسب منهاج ابلز، ونحدد المشاكل اللي عنده، وبعدها يصنف على الصفوف، قسم بسيط، قسم متوسط، قسم شديد، قسم فقط يجي عنده مشكله باللغه فقط، والمتوسط والشديد والخفيف ايضا كل واحد اعراضه تختلف عن الثاني، قسم كل طفل يعاني من اعراض معينه، فايضا يتم تصنيفهم على الصفوف. فالغالب عندنا كل الصفوف والفئات اللي تكون موجوده بالصف متقاربه بالمشاكل نفسها. اذن هناك اختبارات قبل الدخول الى هذه الاكاديميه؟ طبعا هو بالبدايه اكو تقييم بالعياده الاستشاريه من قبل طبيب اختصاص ومعالج انشغالي او معالج وظيفي ومعلم الصفوف. بعد أن يتم التشخيص يحول إلى الصفوف ويقيم لمدة أسبوعين 3 أسابيع، بعدها يدخل تقييم بالأبلز، بعدها يصنف حسب. نعم. يا أمير، يعني إن كنت فترة تسمعني التقييم قد تطول شهر. نعم. دكتور، أهمية هذا المركز وهل حقق المرجو من عنده؟ هو المركز الأول بالعراق من هذا النوع و كثير من الدول العربية وحتى اللي زارونا. أمير، إن كنت تسمعني يا حبذا تسأل الأستاذ المسؤول عن المركز أو الأعداد الذين استفادوا من خدمات أكاديمية حتى في تلك الدول يعتبر. فالأكاديمية الأولى بالعراق وتقدم خدمات اللي هي تقريبا نادرة التقديم بالعراق. كثير بالعراق أكو مراكز تشخص، مراكز، بعض المراكز التجارية، لكن المراكز اللي تستند على أسس علمية نادرة حقيقة، لأنه بصورة عامة هي تعتبر تجاريا طيب حصرانة، فما يفتحوها. أمير، إن كنت تسمعني، ما هي الأعداد أو ما هي حصيلة الأعداد المستفيدة من أكاديمية السبطين خصوصا من داخل العراق؟ نعم. أو من خارجه، أعداد المستفيدين من الأكاديمية إلى حد الآن؟ دكتور، هل هناك إحصائية بعدد الأطفال الذين يعني سجلوا في هذه الأكاديمية سواء من داخل كربلاء أو خارج كربلاء؟ بالإحصاء حاليا ما يقارب 300 طفل مسجل بالدوام الكامل من الساعة 8 إلى 2 الصبح، وتقريبا 150 إلى 200 جلسات يسموها خارجية أو علاجية اللي تكون مرتين بالأسبوع. اللي بالمحافظات قسم من عندهم أجروا في سبيل أنه يسجلون بالأكاديمية، وقسم بقوا على الجلسات اللي هي يومين بالأسبوع، يجون من بغداد، من بابل، من النجف لمراجعة المركز. يعني تقريبا المركز حاليا ما بمقاعد شاغرة، ويستلم الأطفال اللي يعانون من طيف التوحد من جميع المحافظات. دكتور، ما هي الأساليب المتبعة لعلاج هذا الطيف؟ بطيف التوحد يجب أن تعلم، يعني يعلم المواطنين واللي عنده طفل يعاني من طيف التوحد، أنه ماكو علاج دوائي. العلاج الدوائي ثانوي لبعض السلوكيات المعينة اللي يعطى لها العلاج، لكنه ليس لعلاج التوحد. علاج التوحد هو تدريب وتطوير مهارات عند الطفل، وتدريب على المهارات اللي يعاني منها، قلنا يصنف ويقيم شنو المشاكل اللي يعاني منها الطفل، يتم العمل على تلك المهارات وتطويرها للوصول إلى الأفضل للطفل. دكتور، هل الأساليب المتبعة هنا هي تواكب الأساليب العالمية في العلاج أو التدريس؟
هي تقريبا هي الاساس، يعتمد النظام ابلز بالتقييم بعدين بالعلاج، والاسس العلاجيه اللي موجوده حاليا هي احدث الاسس الموجوده بالعالم. يعني عندنا الغرفه الحسيه هي تم تصميمها بالمملكه المتحده وتجهيزها، والغرف الحركيه اللي تم تصميمها بالصين وكذلك تجهيزها، والادوات العلاجيه الاخرى كلها تم استيرادها وفق الاحدث والافضل. دكتور، الغرفه الحسيه او الغرفه الحركيه ماذا تقدم للطفل؟ يعني ما هي اهميتها؟ بالنسبه مثلا الغرفه الحسيه، كثير من الاطفال يعانون من مشاكل حسيه بالتوحد، سواء عنده مشكله حسيه بالصوت، مشكله حسيه باللمس، بالشم، بالنظر. فالغرفه الحسيه بها اجهزه اللي هي تعتني بجميع تلك الحواس، ويدخل الطفل حسب المشكله اللي عنده للتدريب على ذلك الموضوع، يعني لتطوير المهاره ولجعل المشكله الحسيه عنده قريبه من الطبيعيه. الدكتور، ما بعد تاهيل هذا الطفل ماذا يفعل؟ اكو قسم من الاطفال مثلا اللي يوصل عمر المدرسه القادر على دخول المدرسه يدخل المدرسه، كثير من الاطفال عندنا دخلوا المدرسه بالشهر الحادي عشر او الشهر العاشر العام السابق، قسم يروح يدخل الروضه بعد ان يكون قادر على التواصل، وقسم اللي هو ما ممكن هاي يدخل النظام الاكاديمي ممكن انه يتعلم مهارات معينه، وقسم ايضا صعب عليه تعلم المهارات المعينه حسب شده التوحد، يتعلم اعتماد على نفسه بالحياه و تعليم مهارات الحياة اليومية. نعم زميلي، اسمع، ما هي الطموحات اللي يعني يطمح إليها بأنه يوصلها المركز من خلال علاج؟ إذا بشكل موجز. دكتور، سؤال من الأستاذ يقول ما هو طموحكم يعني في هذه الأكاديمية، إلى ماذا تطمحون أن تصلون؟ هو أكيد هو مركز علاجي، المراكز العلاجية كلها بالعالم سواء للتوحد أو غيرها طموحها أنه توفر خدمات وتقلل العبء على الأهالي وتقدم الأفضل للعلاج الأطفال يعانون من طيف التوحد. من ضمن الأهداف مالتنا هو إنشاء كوادر مطورة ومدربة اللي راح تعتمد بالعراق كله. عندنا زمالة في التوحد اللي هي تابعة إلى البورد العربي لأطباء الاختصاص اللي يدربون عندنا، أيضا انفتحت عندنا دبلومة للتوحد لمدة سنة مع جامعة طهران اللي بعد سنة يعطون شهادة الدبلومة، دخلوا بها لحد الآن 25 شخص وراح نفتح الدورة الثانية إن شاء الله، بالإضافة إلى التدريب اللي موجود ومستمر عندنا أيضا بالتوحد. نطمح أنه نسوي نواة لكوادر بالعراق كله سواء للعاملين بالعتبة أو خارج العتبة، ليكون نواة بتقديم خدمات علمية حقيقية. إن شاء الله نفتح الدورة الثانية بالبصرة. نعم. نهاية السنة عندنا راح ينفتح المركز أمير لمثل أكاديمية زميلنا السبطين. أمير سمعني. راح تكون أكاديمية السبطين والتوحد بالبصرة. أيضا راح تنفتح لهم دورة أيضا بالدبلومة إن شاء الله. نعم يا أمير، شكرا جزيلا لك ولضيفك، وإن شاء الله التقدم والإزهار لهذا المشروع الخدمي الهادف التي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة. أمير عرب، مراسلنا من أكاديمية السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، شكرا لتغطيتك يا أمير. نعم يا إبراهيم، مثل ما شاهدت يعني وصف ان الدكتور الساعدي اللي وصف لنا بانه ماذا تتميز به الأكاديمية السبطين وما هي الخدمات اللي تقدمها وما هي الطموحات اللي ان شاء الله تكون في المستقبل. مشاهدينا، إذن نرحب بكم مجددا مشاهدينا الأحبة، وللحديث أكثر حول شخصية الحمزة بن عبد المطلب في ذكرى شهادته في هذا اليوم، نستضيف معنا في استوديو صباح كربلاء الباحث الإسلامي سماحة الشيخ مصطفى العيداني. حياكم الله سماحة الشيخ، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الفاجعة. حياكم الله وبياكم في حياك الله. ما هي مكانة الحمزة بن عبد المطلب عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بدءا تقدم بأحر التعازي في ذكرى شهادة سيد الشهداء في زمانه
الحمزة بن عبد المطلب، ذلك العمود الفقري الذي بنى له بنيانه في الدعوة الإسلامية ابتداء، وكان أحد الأعمدة القائمة عليها الدعوة الإسلامية للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام. شخصية الحمزة عليه السلام ورضوان الله عليه من الشخصيات التي حقيقة غفل عنها التاريخ، بل ظلمها التاريخ، لأن نعرف أن التاريخ كتب على يد الحكام الجائرين، وبالتالي صار أكو حالة من الغموض في مسألة للدين الإسلامي وللدعوة، وكخديجة في مالها وسندها لرسول الله في بداية دعوته. الحمزة سلام الله عليه له عدة ما كان بيده القوس، لأنه من عادته أن يكون صيادا، وعند عودته كان يمر دائما على محال ونوادي بني أبي طالب، فسمع الخبر على أنه رسول صلوات الله وسلامه بمواجهة ومن قبل أبا جهل، فجاء مسرعا وقال له بعد أن ضربه بالقوس وشج رأسه، وقال له ردها إن استطعت. حقيقة هذا الشعار وقوة تحدي، لأنه أعلن إسلامه في هذا الموقف. فأراد قوم هذا اللعين الجائر أنه يعني يردون على حمزة، لكن الحكمة أو أنه الدهاء والمكر أوقفهم وقال لهم، يعني كأنه إشارة، إن أصبح الرد اليوم علي بهذا الشكل سيكتقوى دعوة النبي محمد صلوات طيب. الله وسلامه عليه. شيخنا، هذا موقف من المواقف اللي تكون تكاد تكون هي بارزة، ما هي المواقف الأخرى اللي تسجل لسيدنا الحمزة عليه السلام في نصرته ومساندته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته للإسلام؟ أحسنتم، جزاكم الله خير. واحدة من المواقف اللي ذكرناها هي كأنه في بداية الدعوة، والآن نذكر في واحدة من أهم المعارك التي برز فيها، وهي أول معركة المصيرية كانت تحت، وهي معركة بدر الكبرى. كان هنالك موقف لحسم الدعوة الإسلامية، إما النصر وإما الفشل لا سامح الله، وصرح بها ذلك النبي حيث رفع يديه بالدعاء وقال يعني إن انتصر المشركون على هذا الدعوة وعلى هذه المعركة، في هذه المعركة أكيد لا تعبد أبدا، يعني أحد قوائم وقوام الدعوة الإسلامية. ما هو موقفه؟ موقفه حينما برز، فكان من أساليب الحرب في ذلك أنه يكون هنالك مبارزة رجالة ما بين الجيشين. كانت القوة التكافئية من حيث العسكر ومن حيث العدة والعدد غير متوفرة، حيث كان عدد المسلمين 300 شخص، أسلحتهم ضعيفة، تعرضين إلى تهجير وإلى تجويع في شعب أبي طالب، فكانوا بحالة من الوهن والضعف في قبال المشركين بأحزابهم وعدتهم وعددهم، حتى بلغ 1000 من المقاتلين الخيالة والرجالة وحملة الأسهم وما شابه ذلك والرماح. فبرز طبعا، صارت المبارزة على شكل أنه عينوا 3 من أبطال وشجعان العرب والمشركين، اللي هو معروف بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن شيبة. فأرادوا أنه يخرج لهم ويبرز لهم من هو كفؤ. كفؤ لهم. فبرز طبعا الرسول بحنكته، أظهر أولا 3 من سائر المقاتلين، فعرفوا عن أنفسهم كأنه استضعفوهم وقالوا إن لا نقاتل إلا الشجعان الأبطال، فكانت هنالك عند العرب عادة. فعند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعلي بن أبي طالب ولحمزة ولعبيدة بن الحارث بن أبي طالب بن عبد المطلب، فبرز هؤلاء فقال عرفوا أنفسكم. كان من يعني دائما كان حمزة يحمل الريشة
على في رأسه باعتبار فارس ومقاتل، إلا في هذا كان قد أخفاها، فكان يلبس شيئا من الدرع وأخفى، فقالوا نريد أن تعرفنا عن نفسك. فلما وقف وعرف أني حمزة بن عبد المطلب قال كفء كريم المقابل وهو عتبة، فقال ومن معك؟ قال معي علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. وفي هذا الموقف وقال المعروف أنه أيضا كفء. طيب، اختلفت الروايات حول أن يكون للحمزة بن عبد المطلب نسل أو لا عقب له، فما هي ما هو الثابت لدى التاريخ؟ عبد المطلب التاريخ يثبت على أنه له كثير من الأولاد حتى بلغ عددهم 10، وكان حمزة أحد. أما حمزة بن عبد المطلب فكان يكنى بأبي عمارة وأبو عامر وأيضا يقال أنه كان له ولد ثالث في وهو أبو عامر المعروف بأبو عامر وعمارة، فكان هذه الكنية تدل على أنه عنده أولاد ويمتلك حالة من القوة في مجال النسب والحسب. طيب شيخنا، لماذا يعني لقبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأسد الله؟ لماذا أطلق عليه هذا اللقب؟ نعم، هذا اللقب حقيقة كان يطلق عليه بأنه أسد الله عند العرب معروف، ولكن في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنه وجد مكتوبا على ساق العرش حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. هذا ما نقله الإمام الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكده النبي في أكثر من محفل في حياته، حيث يقول برز لكم أسد الله وأسد رسوله في أكثر من محفل، وحتى ما بعد شهادته فكان التذكير والاحتفاء به شديد لدرجة كان يزوره في قبره بعد شهادته، وأمر المسلمون أيضا أن يزوروه، وكانت الزهراء سلام الله عليه كانت من تقصد زيارته سلام الله عليه. لم يبقى الحمزة بن عبد المطلب مع نبي الله كثيرا، يعني سوى ثلاث سنوات أو أقل من ذلك. ما هي المكانة التي صنعها الحمزة في الإسلام؟ حقيقة الأبطال ما لن تصنع إلا المآثر والخلود والنصرة، وبالنسبة إلى حمزة فكان له مواقف كثيرة ومتعددة أظهرها من خلال هاتين الموقفين، الموقف ما قبل الدعوة أو في بداية إعلان الدعوة، وفي مواجهته في معركة بدر الكبرى، ولدرجة أحدث حالة من الحقد والضغن لدرجة أنه من عندما استشهد مثل به، فكان رجل يحمل حالة من يعني حتى في عند الهجرة إلى الحبشة لم يهاجر بل بقي مع الرسول صلوات الله عليه ليدار انضمامك للاستوديو صباح كربلاء، وإن شاء الله هذه الكلمات تكون في ميزان حسناتكم. نسأل الله التوفيق لي ولكم، وشكري إلى كادر قناة كربلاء وبالخصوص لكم أيها الأساتذة السادة الكرام، تشرفنا وللسادة المشاهدين. شكرا، شكرا لكم سماحة الشيخ. نعم مشاهدينا، نذهب وإياكم حاليا إلى جنوب لبنان وتقريرنا حول مجلس العزاء الخاص بذكرى استشهاد سيدنا الحمزة عليه السلام، وكذلك ذكرى هدم قبور أئمة البقيع عليه السلام، من خلال مراسلنا حسن الشقير، ولنا عودة بمشيئة الله. كبرياء، وهي مناسبات عظيمة فيها مواساة لقلب المصطفى صلى الله عليه وآله، إذ يجهد الموالون في إحيائها، حيث أقام مأتم السيدة نرجس عليها السلام مجلس عزاء حضره جمع من الموالين في مدينة صيدا جنوبي لبنان. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اجتماعنا في هذه المناسبة في 8 شوال في يوم هدم قبور أئمة البقيع سلام الله عليهم هو اجتماع لإعادة بناء بنيان كان قد أمر الله عز وجل أن يرفع وأن يذكر فيها اسمه، إذ أنه من زارهم في مماتهم كمن زارهم في حياتهم.
وأثر الاتصال بهم في حياتهم كأثر الاتصال بهم بعد شهاداتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النهج ساري في عروقنا، وسنبقى دائما على هذا النهج وعلى هذا العطاء، لأننا خلقنا حسينيون حتى الممات لا أكثر ولا أقل، ولن يستطيع أحد في هذا الوجود أن يغير هذه المعادلة أو يغير وجهة نظرنا بهذا المسار. إحياء هذا المجلس هو تأكيد على أن قضية البقيع قضية لا يمسها النسيان، وتتناقلها الأجيال من أجل أن تبقى حية في وجدان الموالين حتى تعود كما كانت قبابا ومآذنا تعانق السماء. طبعا هنا في مأتم السيدة نرجس عليه السلام في صيدا، على غرار ما قام به الهيئات الكريمة من إحياء لهذه المناسبة للتأكيد على مطالبتنا الدائمة والحثيثة على إعادة بناء قبور أئمة البقيع عليهم السلام، وتأكيد الصلة بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وأئمتهم الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج. لك العزاء يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، لك العزاء يا مولاي يا رسول الله، وخالص العزاء لعلمائنا ومراجعنا على الله مقامهم، ولجميع شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم السلام. في هذا المكان الصغير حجما الكبير قوة وتأثيرا، وفعلا تقام المناسبات الدينية وتحيا شعائر أهل البيت عليهم السلام، سيما في مناسبة كشهادة الحمزة عليه السلام وذكرى تهديم قبور أئمة البقيع عليهم السلام، لتبقى قضية حية في قلوب الموالين. من مدينة صيدا في جنوب لبنان لقناة كربلاء الفضائية، حسن شقير، لبنان. إذن حياكم الله مجددا، وشكرا لزميلنا حسن شقير، وشكرا لزملائنا في مكتب جنوب لبنان على هذا التقارير وعلى التقارير التي يرسلوها لنا دائما. الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى النشرة الجوية لنعرف آخر أخبار الطقس مع زميلنا كرار الوزني. رحب بك يا كرار، وأهلا ومرحبا بك، وصباح الخير والعافية عليك. صباح الخير كرار. تحية طيبة لك إبراهيم، تحية طيبة لك زميلي مالك، أسعد الله صباحكم وأجواء جميلة هذه الأيام مع اعتدال الطقس في الساعات الصباح الأولى، كذلك الأجواء جميلة ليلا. إذن يا كرار، احنا نلاحظ أنه الأجواء هذه الأيام يعني تنتقل ما بين الحرارة إلى الأجواء الدافئة والنسمات الباردة أثناء الليل، هل سيستمر هذا الطقس طويلا أم سيودعنا قريبا؟ لا، يعني بدأت الكتلة الهوائية الباردة التي يعني كانت قادمة لنا من بعض الدول الأوروبية التي اجتاحت عدد من الدول في شمال أفريقيا وكذلك الدول العربية في الشرق الأوسط. نعم. كانت واضحة خلال الأيام الماضية. نعم. هذه الكتلة الهوائية الباردة انحسرت شيئا فشيئا، مقبلين على موجة من الارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب هناك موجة من الغبار بحسب هيئة الأنواع الجوية ستكون يعني من هذا اليوم، ولربما تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام قادمة في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية. مؤسف جدا أن ترحل عنا الكتلة الباردة يا كرار، إذن أترك لك الجو والصوت والصورة لتضعنا في آخر أخبار الطقس يا كرار. كل تفاصيل النشرة الجوية أكيد بعد قليل. سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بكل خير، في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم السبت الموافق 6 أيار، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو وأحيانا غائم جزئي، يتحول في الأقسام الغربية منه إلى
مغبر بعد الظهر، درجة الحرارة ترتفع قليلا، الرياح في الأقسام الشرقية الشمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وفي الأقسام الغربية منه ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار تنخفض مديات الرؤية لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئي وأحيانا غائم يتحول في الأقسام الغربية إلى مغبر مساء، درجة الحرارة ترتفع قليلا، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار أكيد تنخفض مديات الرؤية لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجة الحرارة ترتفع بضع درجات، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. بينما درجات الحرارة في العراق ستكون كالآتي. نبدأ أولا من العاصمة بغداد، سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة، والطقس مشمس في العاصمة بغداد لهذا اليوم. البصرة سجل الصغرى لهذا اليوم 23 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 37 درجة، والطقس مشمس في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 25 درجة، والطقس غائم جزئي في أربيل لهذا اليوم. كربلاء المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة، والطقس مشمس في كربلاء المقدسة لهذا اليوم. ذي قار سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 35 درجة، والطقس مشمس في ذي قار لهذا اليوم. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 23 درجة، والطقس غائم جزئي في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة، والطقس مشمس في بابل لهذا اليوم. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 22 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة، والطقس مشمس في ميسان لهذا اليوم. دهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 24 درجة، والطقس غائم جزئي في دهوك لهذا اليوم. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة، والطقس مشمس في الأنبار لهذا اليوم. النجف والأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 21 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة، والطقس مشمس في النجف الأشرف لهذا اليوم. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة، والطقس مشمس في الديوانية لهذا اليوم. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 13 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة، والطقس غائم جزئي في الموصل لهذا اليوم. ديالى سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة، والطقس مشمس في ديالى لهذا اليوم. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة، والطقس مشمس في واسط لهذا اليوم.
صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في صلاح الدين لهذا اليوم. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 21 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 34 درجة والطقس مشمس في المثنى لهذا اليوم. ضربت عاصفة من البرد أو ما يعرف بالحالوب إحدى الولايات البرازيلية العاصفة القاسية، خلفت أضرار مادية على الممتلكات والمنازل والمركبات، إذ أصدرت السلطات المحلية تحذيرا للسكان من عدم الخروج من المنازل تجنبا للإصابة جراء سقوط حبات من البرد كبيرة. تصل حجم هذه الحبة إلى ما يقدر بكرة البيسبول وأحجار كبيرة أيضا. نشاهد هذا الفيديو ولنا عودة أكيد مرة أخرى. موجة واضحة وباينة وكذلك خطرة في نفس الوقت، مما سببت بخسائر مادية كبيرة هذه الموجة التي اجتاحت بعض الولايات البرازيلية، استرعت انتباهنا هذا اليوم. أكيد ألتقيكم دائما على المحبة والود بعد العاشرة صباحا، وهذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء في الاستوديو. نعم مشاهدينا متواصلين وياكم، وشكر جزيل لزميلنا كرار الوزني اللي يعني خلانا بصوره واضحه عن اخبار الطقس وعن ما يحمله من يعني تقلبات عفوا حاصله، وان شاء الله يستمر طقسنا جميل يا ابراهيم في هذه الحمد لله الايام. يعني هذه السنه كان اكو تغيير واضح بالطقس يا مالك، والحد يعني لحد هذا الشهر احنا مستمره الاجواء لطيفه وجميله ومساعدة على السفرات العائلية أيضا. أكيد إبراهيم وصلنا وياك لفقرتنا المهمة والأخيرة، هي فقرة السؤال التفاعل لبرنامجنا. سألنا بالسوشيال ميديا، طرحنا سؤال كيف يمكن للشباب مساعدة مجتمعهم برأيك، يعني ما هي الأمور اللي يعني يكثر بأنه شباب يمكنهم مساعدة الآخرين مجتمعهم ناسهم أصدقائهم لأجل توفير مثلا المساعدة لهم؟ أول قضية ممكن أن يساعد الشباب بها المجتمع هي نشر القيم العليا للمجتمع والحفاظ على هذه القيم العليا في المجتمع، يعني المساهمة في تثبيت الركائز القيمية للمجتمع هي مهمة سامية للشباب، يجب أن يحافظوا عليها ويجب أن يعملوا عليها. أيضا المساهمة في التنشئة الاجتماعية الإيجابية للجيل الصاعد ما بعد الشباب، المساهمة في أن يبثوا روح الإيجابية في المجتمع أيضا هذه قضية مهمة.
المساهمة في الحفاظ على المبادئ الدينية والإسلامية وترسيخها في أذهان الشباب الآخرين، هذه أيضا مهمة جدا لأن يعملوا عليها الشباب في المجتمعات يا مالك. أكيد إبراهيم، بالإضافة بأنه الإنسان لابد أن ينطلق من تطوير ذاته بكافة الجوانب الفكرية الحضارية مثلا الإنسانية الإسلامية. إذا طرقنا للتعليقات اللي جتنا عبر صفحة قناة كربلاء بالسوشال ميديا، تعليق من أم حسوني تقول بأنه يساعدون مجتمعهم بالتزامهم بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عملي ويكونوا قدوة بالفعل لا بالقول، فكل قريب منهم يستأثر بهم وهكذا سينصح المجتمع بأجمعه، وعدم متابعة المواقف أو المواقع التافهة وللأثر اللي للأسف اللي متطور من ذات البشر، والالتزام بأوقات الصلاة وعدم اتباع كل منهب ودب. يعني تعليق جيد، كلها أمور مهمة وشامل. وجيدة وشاملة. أيضا تعليق من نهاوند تقول المساعدة تكون بالأفكار والرؤى الاستراتيجية التي تخدم مصلحة البلد، وأيضا بالنشاطات والمشاريع الفردية والجماعية التي لها ما لها من تأثير مباشر على تطور البلد، وأيضا بالالتزام والانضباط بالتعاليم السماوية والقانونية التي تضمن استمرار وأمن البلد. يعني هذه رؤية وطنية لكيفية مساهمة الشباب في تعزيز الروح والهوية الوطنية لدى الشباب يا مالك. نعم، جهاد جرود يعني وصف أن بتعليقه بأن يكونوا أعضاء فاعلين ومهتمين ببناء منظومة التكافل الاجتماعي. يعني حقيقة التكافل الاجتماعي هذه ضروري جدا، عشناها مراحل متعددة وشفنا وقفة من الشباب وللآن مستمرة، منظمات مجتمع مدني، منظمات شبابية، هناك فرق تطوعية من الشباب والتطوعية كذلك في قضايا التكافل مهمة. أيضا حسن اللعيبي يقول من الأمور المهمة التي تجعل الشباب بمساعدة المجتمع هي التنمية الفكرية من خلال الشباب الواعية التي لها دور مهم بالمجتمع وتدخل ضمنها مجال الاقتصاد وأيضا المجال السياسي، وهذا يدل على خبرة بعض الشباب في المجتمع. يعني المهم أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع والاقتصاد والسياسة. أيضا تعليق من أوس ستار الغانمي يقول تعتبر فئة الشباب أهم الفئات التي تعمل على بناء وتنمية المجتمع ولها دور كبير في تنمية وبناء المجتمع، وأيضا لا يقتصر دورهم على مجال محدد بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومختلف قطاعات التنمية، وهناك استعداد من الشباب، هم الأكثر استعداد لتقبل الجديد والتعامل معه والإبداع فيه، وهم الأقدر على التكيف بسهولة دون إرباك، مما يجعل دورهم أساسي في أهداف التغيير في مجتمعاتهم. ومن ناحية العمل التطوعي والخدمات العامة في المدن والزي والريف والأحياء الشعبية على حد سواء. شكرا للكاتب الصحفي أوس ستار الغانمي، طبعا تعليق شامل يصف فيه دور الشباب بأن يكونوا فاعلين على المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي يا مالك، وهذا هو المأمول منهم دائما. نعم يا إبراهيم. حيدر علي ثبت تعليق على صفحة قناة كربلاء في الفيسبوك أن الشباب هم من يصنعون الحضارات وهم من يصنعون القرارات المصيرية التي يتحدد خلالها مصائر الدول، هكذا وهم الأيدي العاملة التي تبني بسواعدها نهضة الأمم. أكيد إحنا شبابنا اليوم نحتاج بأنه وقفة جادة ومصيرية بأنه يأخذون دور المبادرة في المجتمع، دور الوعي، دور بأنه هو يكون النواة الصادقة أو مثلا النواة الناطقة باسم المجتمع. من الأمور المهمة وصف أن حسن من الأمور المهمة التي تجعل الشباب تقوم بمساعدة المجتمع هي التنمية الفكرية من خلال الشباب الواعي
الذين لهم الدور مهم بالمجتمع. تدخل ضمن مجال الاقتصاد وهو جانبها مهم هنا. الشباب لابد أن يأخذ دوره في مجال الاقتصاد وأيضا المجال السياسي وغيره. يعني هذا مجمل التعليقات. إذا تلاحظ هناك يعني آراء متشابهة حول دور الشباب ومساعدتهم في المجتمع وخصوصا على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. يا مالك، هذا كل ما تحمله حلقتنا في صباح كربلاء لهذا اليوم. شكرا لمرافقتك وشكرا لما قدمت في هذه الحلقة. شكرا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدين الأحبة لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم من صباح كربلاء. لمن يحب أن يشاهد هذه الحلقة موجودة على منصتنا على اليوتيوب مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، ولمن يحب التواصل معنا على وسائل التواصل الظاهرة على شاشتنا الآن. نشكر لكم حسن المتابعة ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.